السلام عليكم، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم زي ما هو موجود بالعنوان، بس قبل ما نبدا الفيديو ان شاء الله اصير انزل فيديو يوم ورا يوم خلال فتره الحجر المنزلي، زي نفس اخر نظام 4 فيديوهات من بين الساعه 2:30 للساعه 3. اوكي لن نبدا. اول حاله كانت بعام 1993، انتشرت بين جنود بوسنيين بمعسكرات تخييم. الفيروس منتقل من القوارض للانسان، بس من انسان لانسان تكون حاله نادره حسب سلاله الفيروس. اعراض الفيروس: ارتفاع في درجه الحراره، صداع، قيء، اسهال، والم في البطن. بعدين من 4 ل 10 ايام اعراض الفيروس بتتحول لتراكم السوائل في الرئه، ضيق في التنفس، وانخفاض في كفاءه القلب، واحيانا بياثر على الكلى. طرق انتقاد الفيروس: بس تلمس هضلات او لعاب القوارض المصابه، بعدين تلمس عينك او انفك او تمك. ينتقل بالهواء اذا كان سلالته من بشري لبشري، يعني الحبيب بيقدرش يمشي مع بعض. واذا اكلت فار مصاب، هاي اغلب الحالات تلاقيه بالصين. برضه اذا ربيت فار مثلا بتاكل معه وبتلعب معه وبتسافروا مع بعض. بالنهاية الفيروس مش بهالخطورة والفيروس قديم، بس بنقدر نحكي انهم بدهم يعملوا ضجة وإشاعات عليه عشان الكورونا. الفيديو الماضي اللي حكيت عليه بالكورونا رح تلاقوهن او هنا، حكيت اذا بدكم احكي عن الانفلونزا الاسبانية، فلقيت عليه طلب كبير، وترقبوا الفيديوهات القادمة يكون فيها. مع السلامة. Gabbana Sport. ولك تاكل بالزبالة يما ان شاء الله يما بعض النور نص. ضيق في التنفس وانخفاض كفاءة في القلب. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boots black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.